نحاول نعيدها مرة ثانية. جيسكس ريشو بايلاترال كونسوليديشن. هذا which type of consolidation يعني according to the distribution low bar patchy butterfly patch. What the pointed area represents? Hey. What the pointed area represents? قلنا I will define legion oval ولا سمي ماس وبي هواء بدل الاسم إلى كابيتي. إذا الهواء كل يشغل كل الكابيتي بنغيرها إلى سيس. So this is سيس. The chest extension. Simply, إذا تعرف كل شيء ولا consolidation. ماش أنت عارف الأير بروكوغرام. ماش تعرف الأير بروكوغرام. إذا ماش أنت عارف الأير بروكوغرام هو feature of consolidation والكولابس هي opacity بيضة ما بيها أير بروكوغرام. أشوف الميديستاينم. أشوف التراكية وأشوف الميديستاينم. إذا شفت التوارد the opacity خلاص هاي volume loss هذا كولابس. اوكي لانه الكونسوليديشن لا يسحب ولا يدفع. تمام لا الجولدن ايت بس كل راي سايد زين دكتور يعني طبيعيه لو هايبرتروف او هايبر انفليتد وهذا الفيشر هو الميجر فيشر بين الابر اند لور رايت نورمال ما بيش ناكريز فاسكولاريتي شويه دكتور أكيد increase vascularity على ما يتعود. أفضل دكتور بس بالصورة السابقة. هنا أنا ليش cardiac shed مبين أكبر؟ أنا عارف. إيه ماكو مشكلة أنا مثلاً كنت على cardiac shed أنا في اللنك بس. large cardiac shed وين؟ بس مو معناته إنه هاي the opacity هي due to heart failure ما له علاقة بال heart failure. What the pointed lesion represents? What the pointed lesion? هذا. What the pointed lesion represents? جواب صحيح. هذا bilateral pneumothorax. هذا pneumothorax. وهذا pneumothorax. هاي pneumothorax causing collapse of both lungs. يعني بمعنى آخر هاي اللوسنس الموجودة هنا ليست لنج. This is air inside the pleural cavity. This is the pneumothorax. CT scan. Of the chest. أنا قلت لكم دائماً أجيب لكم صورة بالميديا ساينم باوع البيزلز ودائماً عدت لكم كنت أقول لكم This is superior vena cava أورتا أوكي ما مبين البولموناري لكن at least This is superior vena cava أوكي and this is أورتا إذا كان هذا الأورتيك آرت فthis أورتيك آرت نورمال صح ولا لا ما أبي شيء لكن هذا superior vena cava ده شوف سواد بداخله صح ولا لا هاي الابيكس اوف ذا لنج مو مثل هاي الابيكس اوف ذا لنج او اتليست خلينا نقول هاي اللنج مو مثل هاي اللنج الموجود هنا أنا شكل وهذا الشكل بال 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 بالمعنى اخر ات از ماس اوكي لا هو عدل بالكولابس يكون يعني شكل منتظم مثلث عدل ولا هو بي اير برونكوغرام ولا هو انترستيشال ديزيز ذس از لنج ماس سيت سكان انديكيشن ان لنج ماس تو ايدنتيفاي فاسكولار انجري او فاسكولار
involvement اللي هو هذا الماس داخلي بنص الاي بي سي صار مسوي انفيجن للسوبر فينا كيفا وداخل بنص السوبر فينا كيفا اوكي مسوي كستنشن للبلورا ومسوي بلورال انفيجن مسوي كستنشن للميديا ساينام ومسوي انكيسمنت او سراوندينج دي تراكي حتى جاي من الاورتا وشويه يعني لازق عليه هاي الفيتشر كلها cannot be identified by chest x-ray يعني معناته اذا اقول لك what are the main uses of CT scan in this case no extension vascular involvement okay any chest wall involvement like rib invasion تمام يعني بمعنى اخر staging of tumor تمام هذا التيومر نفس شفناه هسه في السي تي سكان شايف الماس بالابكس رايت لانج يعني هاي الابكس اوف ذا لانج ما تشبه هاي هاي بيها ويل ديفايند راوندد ليجن ذس از ماس وهذا الماس سوليتري ما شفت غيره اوكي نيكست ستيب نكس سكيب اذا موجود بيت اوكي ما موجود البيت في بغداد سي تي حتى نشوف اتلي سي تي سكان حتى نشوف الستيجنج اند بايوبسي تمام اكو ملتيومر يصير بالابكس اوف ذا لانج الى اسم مر عليكم شيء بانكوست تيومر هذا بالابكس اوف ذا لانج قريب من البريكيال بلكسس اوكي فممكن يسوي انفيجن للبريكيال بلكسس وممكن يسوي انفيجن للفريك نير ممكن يلعب فيجي يعني بسندروم اوكي هورسنس اوف فويس ابالم ويكنس كلها ممكن يجي بها هذا البانكوست تيومر سمو هورنر سيندروم هذا هو نفس البانكوست تيومر الفائده مع سي تي سكان هو تو رول اوت انفولفمنت اوف ذا تشيس وول بلورال كافيتي اند ميديستاينال بلاد فيسلز اون بولز دايجنوستس Diagnosis? Metastasis. Tamam. This is multiple masses. Multiplicity, metastasis, unless approved otherwise. Diagnosis? Where is the air bronchogram? The موضوع. It's shifting, it's shifting. Miss Bangun is shifting. يعني قريب قريب انا شايف نوديول او اتليست سمول ماسز وهاي الماسز تحتوي على هواء ما طولها تحتوي على الهواء كابيتي بس هالنوبة مالتيبل كابيتيز يعني اذا تلاحظ هنا أنا وهنا أنا موجودة هم من هاي الكابيتيز اوكي ميلياتيفي تجي شيء لا هنا ما طولها ماس صح هي بها كابيتي بس ما طولها ماسز فايتس ميتاستاس الانس بروف اذروايز بعدين يجي التي بي ورا الديفرنشال دايجنوستس تي بي وغيرها يعني هاي اخذنا لها سي تي سكان طلعت هيك هاي نوديولز بها هواء كابيتي بس اذا تلاحظ الكافيتي هاي ارجولار شايفه شلون ثيكند وول وارجولار وول This is malignant cavities okay اذا metastasis on the top of differential diagnosis حتى اذا تكون cavities حتى اذا تكون cavity مو solid mass مثل قبل شويه شفتها هم تخلي differential diagnosis on the top metastasis تمام بعدين تجي الجرانيولوماتوس ديزيز اللي هي ممكن ستيجي وممكن برا يسموه فيجنر
فيجنال جرانيلوماتوسيس او ويجنال جرانيلوماتوسيس. اوكي ويجنال جرانيلوماتوسيس. هم كافيتيز صح ولا لا؟ وهم مالتيبل بس هاي اختلفت عندي. اول شيء موجوده محصوره بس بوان لوب. اوكي ثاني شيء ويل ديفايند صح ولا لا؟ لاحظ الوول مايته، الوول كله نفس السمك، نفس السمك. اوكي وبيها شنو بيها؟ اير فلويد ليفل. بناين اور مالجنانت؟ ما طولها سموث وول وريجولار وول سيم ثيكنس محصوره بمكان واحد وبيها فلويد ليفل، معناته اتز بناين ليجن حتى اذا تكون مالتيبل. كرونيكاف برودكتيف؟ لا هذا البيشن كان عنده تي بي قبل فتره. اوكي فمن الكومبليكيشن مال تي بي يصير برونكياكتسيس، ومرات البرونكياكتسيس مو مايل ولا مودريت، سيفير. السيفير فورم اوف برونكي اي توسع مال البرونكيال تري يسموها برونكياكتسيس، وممكن تكون مايل وممكن تكون سيفير لايك سيست، فيسموها سيستيك برونكياكتسيس. ذس از سيستيك برونكياكتسيس. حتى قسم يشبهوها بينج بونج ساين، يعني نفس طعبات البينج بونج لعبه. اوكي عندما تجمع الطوبات هاي مال تنس او مال المنضدة تجمعها واحدة من الاخرى بينج بونج. لا يحتاج اكيد، يحتاج اكيد واضحه يعني ليش شنو الاشكال اذا باوع هو هذا تيوبولار ستراكشر باوع عليه، هذا من هنا صاعد هيك تيوبولار ستراكشر صاعد لي فوق. ماكو تيوبولار ستراكشر مالينت، ماكو بال وشنو التيوبولار ستراكشر باللين؟ ماكو غير البي هواء، ماكو غير البرونكيالري. زين فقصدي اني اذا تجي اير فلويد ليفل انسايد اول ديفاين كافيتي محصوره بوان لوب، خلي ورا البوسيبلتي اخاف تقول ميتاستاسيس، معلش خلي وراها برونكياكتاسيس. تمام بروستاتيك بول مايترال او اورتيك؟ هذا اللاين الرسم من الهايلم الى الكارديوفينيك انجل فهو بلو ذيس لاين. بيشنت جاك للطوارئ ديزني او تشيس بين. اوكي تعبان تعبان يا ابي روح سوي اكس راي. راح سوى اكس راي ما قدر يوقف. التكنيشن سوى لك اياه قال لك بالورقه ترى سوباين، هذا سوباين اكس راي، سوباين تشيس اكس راي. السوباين ممكن يعني يسويها حتى اذا انت ما تدز البيشنت تكتب له ورقه يروح، مرات ما تقدر تخلي البيشنت يروح لانه تعبان، فتقول له تعال سوي له بورتابل اكس راي. البورتابل اكس راي اغلبها سوباين. اوكي باي سوباين اكس راي. انا جزء ما اريد من عندكم دايجنوسيس، بس اتليست يعني قولوا لي شنو شايفين ببالكم انه اكو مكان بابنورمالتي. طيب بايدن من السنة مية فيشر ماي سوباين اكس راي. عافية عليك هاي الشفت، شايفين التريكير شفت دي. اوكي سمبل وورد شفت اوف ذا تريكير. اوكي شفت اوف تريكير. شنو رايك؟ والله ما اعرف ما تعرف
قارن هذا التشيست هذا الهيميثوراكس ويا هذا الهيميثوراكس ها يا والاسود اكثر الاسود اللي هذا الاسود رحت وقلت لهم سووا لي اياه اركت شلون مكان لازموا علي اربعه وموقف فيه هيش خطيه اخذوا لك الاركت باوحها هنا شلونها انت ممكن ببساطه بس تدقق راح تلقى خط هنا هاي البلوراس بيز وهاي الانكريز لوسنسي مال هيميثوراكس ويا الشيفت اوف ميديا ساينم قلت لك الشيفت تدفعها اربعه ثلاثه هواء ومي وماس ماس ما موجود ومي ماكو لانه كوسوفرينك انز واصله ظلت عندك بس الهواء وشلون اثبت الهواء قلت لك واقف فور اكس راي او سوي لها ديكيوبيتاس فيو ما قدر اسوي لها ديكيوبيتاس فيو هم يمك اهل السوباين يقول لهم تعالوا اخذوا لي ديكيوبيتاس اوكي انا شاك من الموضوع ما طول اكو ميديا ساينال شيفت لا تعبر المريض اوكي فاذا يجيك واحد للطوارئ وسوي له سوباين وشكيت اقل الايمان سوي له ديكيوبيتاس فيو اوكي Diagnosis. Free air under diaphragm. Free air under diaphragm. Free air under diaphragm. Perforated vessels. تمام؟ إيه مو شرط أنه يشوف الهواء هواية ويشوفه كل واحد يعني بس أنت دقق لأنه perforation ممكن يكون small perforation. Okay. اللايف ما بيها شيء ولا الهارت قاعده بكل اولى الميديا ساينم كل شيء تمام المره الثانيه اكو دكتور مايكل كلاسيفيكيشن ولا فلي بوليس شلون شكلها شكلها راوندد حلقه بيضاء وداخلها نقطة سوداء هاي حلقة دائرة لا هاي طولانية الشكل This is right lower urethral stone okay This is right lower urethral stone هاي المرة الثانية جبتها وهم عرفتوها شفت لكم إياها قبل بدأت الأسبوع مو قلت لك الابنديكوليت دائرة بيضة وبنصها نقطة سوداء على الأقل دائرة بيضة شو دائرة well defined rounded ماكو irregularity بالموضوع okay diagnosis diverticulosis diagnosis هذا كولون وبي هاي النقاط السود نفس هاي الدايفرتيكولم صار بيها انفلاميشن يسموها دايفرتيكولايتس جبت لكم اياها على مود اقول لكم اللوسز سوي لها باريوم ستدي ماكو اي مشكله بس دير بالك اذا بيشنت ود اكيوت ليفت اليك فوستابين وشاك بيه اكيوت دايفرتيكولايتس خاصه الاردلي لا تسوي لهم باريوم ستدي دير بالك ممكن انه هاي الانفلاميشن خلت الوول مال الدايفرتيكولم رقيق كلش من تدفع له الباريوم يصير بيرفوريشن يطلع الباريوم يصير بيريتونايتس تنخفص الموضوع عندك يصير خلاص يعني تحول الى اي سي يو بيشنت اوكي بس سيتا سكان از ذا انفستيجيشن اوف تشويس بالدايفرتيكولايتس بالانفلاميشن وايل ات از اف اذروايز نوت انفلامد But diagnosis can rely on barium inhibitor. Intra ولا extra cerebral? Intra. Dilatation of ventricle. High lateral ventricle, anterior horn. هاي التيمبورال هورن او بوت لاترال فنتريكل مستر ساد هذا الخشم وهذا الحلق اوكي
هذا المقطع يوضح لك بي اللاترال والثيرد والفورث فينتريكل كلها دايليتد. هسه تقول لي شلون عرف الدايليتيشن؟ عندك طريقتين تعرف الدايليتيشن، يا اما تقيس الدايمتر مال الثيرد هذا بالنص، اذا قست الدايمتر طلع مور ذان 1 سنتيمتر ذس از دايليتد خلاص، وهاي يسموها سبجكتيف يعني تقيس بمسطره، اي يسموها اوبجكتيف. اما السبجكتيف اللي يمك اللي انت متعود دائما تشوفها شعاعات تشوف سيتيات راح تباوع على التيمبرال هورن. عاد انا التيمبرال هورن او بوت لاترال فينتريكل مثل هذا، شلون هذا تقريبا قريب الانتيرو والبوستيرو وول قريب على بعضها كولابس، لكن من نشوف اكو مسافه بين الـ بين البوث وول معناته ذا از دايليتيشن. عادة إن temporal horn collapsed يعني شو شوف slit like إحلال okay. أما إذا شفته بهالطريقة هاي لا it is dilated. شفتوهم إياها البارحة أو قبل أسبوع subarachnoid hemorrhage this is rupture aneurysm okay rupture aneurysm. هذا intracerebral ولا extracerebral؟ extracerebral well برا البرين تشو. وين مكانه؟ مكانه بمكان السي اس اف اللي هو المفروض اكو سي اس اف هنا، انا هذا يسموه سيلبي انفشار، هذا سيلبي انفشار يفصل بين الفرونتال والتمبرال. زين اكو هنا نفس بيزال سيستان، هاي البيزال سيستان قدام البونز او قدام البرين ستيم او السيركل اوفليس اريا، هاي كلها بيها سي اس اف، بيها سواد المفروض تشوفها سوداء لانه بيها سي اس اف. اما اذا شفتها بيضة بهالطريقه هاي وما شفت هذا السواد اللي انت المفروض تشوفه فاعتقد انه هذا هيموريج ان ذس سبيس اللي هو سب اركنويد سبيس، والسب اركنويد سبيس هو مكان البلاد فيزلز اوكي، سواء انجرحت بتروما او صار رابتشر بوحده من الانيوريزم مالتها. شلون ميزنا انتركتور مو هسه دا اشرح لك ودا اقول لك ادري اقصد هسه مثلا هسه احنا توقع لين نوصل للسيستم لين شفنا الدنسيتي بالسيستم طبعا بالبيزال سيستم لين نشوف الدنسيتي بالبيزال سيستم ذس از سب اركنويد هيموريج. شوفكم اياها من بعيده مره ثانيه لين الله شنو الساين اللي تشوفوها؟ شنو الساين اللي تشوفوها؟ بطلت من الدايجنوسيس. اي شو يسموها هاي الساين؟ الريجولار كورتكس، شو يسموها؟ تحلل، تحلل، بون ريزوربشن. البون مو طبيعي، محفر، منقر، اوكي؟ بون ريزوربشن. اوكي؟ بون ريزوربشن. وهاي it is feature of hyperparathyroidism okay. هذا bone scan indication of bone scan number one number two in acute osteomyelitis من شنو metabolic disease ممكن in hyperparathyroidism okay budget disease اوكي تمام. هسه شنو البوينتد ساينز الموجوده الراديولوجيكال فايندينج هاي شنو شو يسموه هاي عظم معضوض مكسور يم الجوينت شو يسموه bone erosion او periarticular bone erosion okay هذا erosion معناته this is joint space narrowed ماكو مختفي joint space معناته chronic ولا acute arthritis chronic arthritis و erosion صارت الترم rheumatoid and let's prove otherwise. زين هاي الساين ليش هاي شنو موجودة هنا شنو مؤشر على شنو cortex شبيه الكورتكس thinning صاير شنو معناته اذا صار osteopenia severe osteopenia او osteoporosis يصير عندهم شايف الكورتيكال ثيكنس خط بس واحد يعني اذا بنقيس الثيكنس مال الكورتكس اكيد اقل من الثلث مال الدياميتر
فمعناته this is osteopenia. هاي مشر عليها شنو هاي؟ ديسك هيرنيشن. أول شيء سيرفايكال سباين عادة يصير لوردوتيك يعني محنية لي قدام. هاي صاير عدلة. العدالة مالته معناته أنه أكو مصل سبازم جارة السباين ومخليتها باستقامة واحدة. This is due to muscle spasm. Number two. هاي شايفها قدامك هي بروزات من البون. من أطراف البون يسموها marginal osteophytes. مرات هاي الأوسيوفايت واحدة من جوا وواحدة من فوق تلتحم واحدة بالأخرى. يعني هذا النيو بون الطالع من البرتبرال الفوق والجوا تلتحم يسموها سندسموفايت. تحولت من أوسيوفايت إلى سندسموفايت. أوكي. إذا تلاحظ شايف هذا الجوينت؟ هذا الجوينت هذا يسموه فاس الجوينت. هذا يسموه فاس الجوينت. اوكي يختلف عن هذا الفاس الجوينت. تمام. هذا الفاس الجوينت صاير بيه سكليروسيس لون ابيض. هذا سكليروسيس معناته كالسيفيكيشن او فايبروسيس صاير بالبون. اند ذس از ذي ساينز الاوسيوفايت سندسموفايت. وهاي السكليروسيز الموجودة هنا أنا بالفاس الجوينت كلها ساين أوف. لا أوستيو أرثرايتس أو أي. This is أو أي changes ديجنراتيف. هو ديجنراتيف أرثرايتس شي يصير بيها ني جوينت ديسيز. يعني ني جوينت ديسيز أو أي changes يسموها أوستيو أرثرايتس شي يصير بيها. يصير بها سكليروسيس نراهم بالجوينت سبيس. هذا جوينت سبيس حالة ساينوفيا حالة حال بقية الجوينت حالة حال مني نفس الشيء. أوكي وهاي نيو بون فورميشن. أوكي نيو بون فورميشن ما تصير بالروماتويد ولا بالأنكيلوسيس. دكتورة كأنه أكو بياض في هذا السجون هذا الجوينت أكو بياض زايد أكثر من. هاي سكليروسيس أو الفايبروسيس يعني كرونيك subchondral changes. شنو شايف؟ Narrowing of what? Of colon. This is barium ima, وهذا colon. Narrowing of the bowel loop. What if a colon ولا small bowel? هسه تقول لي شلون تعرفت حقك لأنه أنت ما كنت حاضر وجود غابت عليك أنه شوف الهاوس ريشن. طيب. Narrowing of the lumen of a bowel. يا هو النارروينج. يا هو النارروينج. النارروينج هذا الباريوم الأبيض وهذا اللومن الداخل بالباريوم. هذا كله نارود مو مثل هاي. هذا دياميتر مال اللومينال دياميتر بهواية اكثر من هاي اللومينال دياميتر يسموها ستركشر او ناروينج. اوكي هاي ستركشر والناروينج شفتها هنا انا المفروض اتعرف عليها هل هي بناين ناروينج او بناين ستركشر ولا مالينا ستركشر malignant or benign. دكتور جاي اشوفها وين ديفايند. ها دكتور سمبلي مالجنس ديفايند سمبلي ات از ارجولار. يعني اذا كانت بناين اذا المفروض سموث. يعني هاي اللوبيليتد اوت لاين تز ارجولار اوت يعني ارجولار شيب. التوزيعه النرون غير متساويه. اوكي بالاضافه شايف هذا الشادو اللي هنا أنا؟ هاي يسموه فالنج ديفكت. شو يسموه هذا؟ فالنج ديفكت. فالنج ديفكت شنو؟ المفروض اللومن هنا يبدأ. يعني هذا هو بداية اللومن هنا. هذا كله اللي هنا شايفه سواد بنص اللومن مسوي ناروينج وطالع بنص اللومن معناته it is mass.
فالنج ديفكت احنا نسميها كساين الراديولوجي نسميها فالنج ديفكت. اوكي اذا ناروينج الريجولار وذ فالنج ديفكت. قبل ما احكي مالجننت اكو ساين تو بروف ذا مالجننسي، اكو ساين اسمها شولدر ساين. شولدر ساين اللي هي هاي تصير شويه البوردر مال الستركشر كومبكس، فشايف هاي الفالنج ديفكت مسويها راوندد مارجن ات ذا ايدج اوف ذا ناروينج. هاي راوندد مارجن بهالطريقه هاي ذس از ديو تو جروث اوكي اند ات از مالجنس ستركشر. تمام تو ساين اوف مالجنسي. دكتور اكو قبل هالصوره انت طلعت ديك الساعه بس هم هيك شيء كانت مو لا ما في شيء. تمام زين شنو شايفين هنا؟ هذا البلبي كنيسة سيستم ابيض، هذا مو ابيض، اكو بنصه شنو الساين هسه قلت قبل شويه شو يسموها ساين؟ فالنج ديفكت ما متلون، معناته اكو فالنج ديفكت بداخل البلبي كنيسة سيستم. ذاك باول لوب اللي بداخله ماس، زين هاي البلبي كنيسة سيستم اللي بداخلها شنو؟ ممكن تكون ماس وممكن تكون ستون. اوكي هاو تو بروف أدزها على سي تي سكان سموها سي تي يو. شو يسموها؟ بطلت الاي بي يو هسه طلعت السي تي يو. هذا سي تي سكان وهذا كانت ستون دنس ستون هنا. اوكي ذس از ا ستون انسايد البيكلي سيستم يسمونه ستاغورن دكتور؟ ايه الشكل مالته هنا ستاغورن. هاي كيدني هاي ريبليس باي ماس، ذس از رينال ماس. يورينال بلادر شنو بيها فالنج ديفكت، اند ذس فالنج ديفكت از ايريجولار وبي شولدر ساين، معناته ذس از فيزيكال مالجنسي. كالسيفيكيشن في البلبس فيميل بيشنت common is common uterine fibroid calcified. هاي ovarian tumor ovarian teratoma. نقاط منقطة سموها granular shadow بالنيونيت العمره يوم يومين يشوف هالشكل محبب اللنج بقول this is RDS. okay هاي باول لوب موجوده بالتشيس، معناته this is congenital diaphragmatic hernia. هاي انفيزيما ما راح نتعرف عليها كثير هسه، هاي كلها شفناها، البقيه كلها شفناها. السيشنات كلها موجوده، اذا احد عنده فلاش يجي ياخذها انا حاضر.